الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية الطب جامعة الأزهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة للغاية، علمية للغاية، إنسانية للغاية، فيها كثير جدا من المعلومات القيمة، انتبهوا ليها جدا. عنوان الحلقة الضعف الجنسي. احنا نتكلم النهاردة عن الضعف الجنسي، عن مشاكل الضعف الجنسي، كلام عن التسريب الوريدي كحالة من حالات الضعف الجنسي. طيب، هل الضعف الجنسي الحديث فيه في المجتمع المصري والشرقي يتم بشكل كافي؟ لا، ما زلنا في برضو خجل، ما زال هناك في تواري، ما زال هناك دفن للرؤوس في الرمال وعدم اعتراف بالمشكلة وتأجيل الحلول والذهاب إلى حلول غير منطقية ربما غير فعالة. في كتير قوي من الرجالة والشباب الذي يعاني من مشكلة قدرة انتصاب جيدة وضعف جنسي يذهب إلى دجالين. في بعضهم بيمشي وراء وصفات، في بعضهم بيذهب إلى ما يسمى ب أسميه إيه، المريض اللي مش مؤمن بالدجالين ومؤمن بالدواء بس مش عايز يروح لدكتور. يعني ده غريب، ده مريض غريب جدا. يعني تبص لإيه، أي حد جاي من أي حتة يقول له هات لي شوف الحبوب اللي هناك، هات الدواء، شوف لي حباية كويسة، شوف لي دواء كويس غالي أجيبه، مش مشكلة. طب هتروح لدكتور هيعالجك. كم من مشكلات في دعاوى خلع في محاكم الأسرة في مصر كلها وفي العالم كله دلوقتي، في مشاكل حصلة أسرية بقى، مش نقول تؤدي إلى انهيار الأسرة أو انهيار البيت والخلق الطلاق بسبب الضعف الجنسي. وممكن ما يتقالش على فكرة، ممكن ما يبقاش في كلام مباشر في الموضوع ده، ساعات الخجل يؤدي لذلك. ولذلك من الناحية العلمية لازم نفهم الموضوع كويس جدا، ولو لم نتحدث عنه نحن الأطباء، لو لم نتحدث عنه الأطباء من الذي سيتحدث عنه؟ فالحديث لازم يكون علمي، لازم يكون بيحترم طبيعنا الشرقية، بس في نفس الوقت لازم يكون صريح وواضح من ناحية علمية. فانتبهوا، فالحوار النهاردة أولا مهم جدا، وطبعا على مستوى راقي، وخصوصا أن ضيفي واحد من الناس اللي بفتخر جدا بوجودهم معنا، الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أستاذ جراحات المسالك البولية والكلى والأمراض التناسلية، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية الطب، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية لجراحات المسالك البولية وأمراض الذكورة، ضيفي العزيز. أهلا بك دكتور صلاح بيه، ونورت الناس الحلوة. الحقيقة أنا عايز أبدأ الأول عن التسريب الوريدي، كلمة مخيفة ناس كتير بتخاف منها. طبعا هو التسريب الوريدي هو سبب من أسباب ضعف الانتصاب، اللي هو سبب، هو جزء من الضعف الجنسي. حضرتك عارف طبعا الضعف الجنسي تحت منه كذا شكل، فالمريض اللي عنده ضعف انتصاب ده شكل من أشكال الضعف الجنسي، المريض اللي عنده ضعف الرغبة الجنسية برضه شكل من أشكال الضعف الجنسي، المريض اللي عنده مشاكل في القصف سواء كانت قصف مرتجع أو قصف مدمم أو سرعة قصف، طبعا دي كلها أشكال بيندرج تحت الضعف الجنسي. والتسرب الوريد حطوا له تعريف من قبل كل الجمعيات واتفقوا على تعريف معين، وهو عدم القدرة على حدوث الانتصاب أو عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب بشكل مستمر أو في أكثر من 50% من عدد اللقاءات الجنسية. يعني هو يعني التعريف في مجمله كده شوية بالبلد شوية أو بالدارج شوية عند معظم الناس، كلمة انتصاب بتعني قوة وصلابة. فطبعا الناس ممكن تختلف في تعريفه، ممكن واحد يقول إن هو ما عندوش أصلا انتصاب، ممكن واحد عنده بيحصل له انتصاب بس ساعة ما بيقرب للزوجة في الغالب بيختفي بسرعة. ناس كتير جدا طبعا دي أشكال أو ليه أنواع معينة، ممكن يكون مشاكل في الأجسام الكافية، ممكن يكون حاجة تشريحية، ممكن يكون حاجة وظيفية. فطبعا التسريب الوريدي هو الحاجة أو السبب الرئيسي أو من ضمن الحاجات الدارجة جدا بأسباب الضعف الجنسي. هو طبعا بيسميه false famous name، يعني هو اسم شهير خاطئ لحاجة معينة، لأن التسريب الوريدي ده بيحصل نتيجة عدم الضغط على الوريد. كنا زمان بنقول إن المشكلة داخل الوريد
وبالتالي في مشكله في الصمامات داخل الوريد. لكن الموضوع دلوقتي اختلف تماما، فبقت المشكله بيبقى في مشكله في الطبقه الخارجيه اللي هي الطبقه المغلفه للاجسام الكهفيه، انها ما بتضغطش كويس على الوريد، فبالتالي ما بيحصلش بيحصل رجوع للدم بسرعه، فبالتالي ما فيش قوه صلابه للعضو الذكري. ده الجسم الكهفي، ده القطاع، ده الجسم الكهفي. وده الازرق اللي فوق ده، ده الوريد. الوريد ده ما بيحصلش لما الدم يتضخ بسرعه، المفروض ان الاجسام الكافيه تنتفخ زي حضرتك شايف كده، فتضغط على الوريد ضد الطبقه الخارجيه، فبالتالي ما بيحصلش رجوع للدم، فبالتالي بيحصل صلابه في العضو الذكري. ايه الاسباب اللي تخلي يحصل فيه تسريب وريد؟ هو طبعا الاسباب اي حاجه تاثر على الاجسام الكافيه، فممكن احيانا قد تكون، كنا زمان بنقول ان المشاكل اكثرها نفسي، دلوقتي لا، الموضوع اتغير بعد الفحوصات اللي طلعت دلوقتي، فبقى الموضوع اكتره دلوقتي بقى عضوي. فممكن الاسباب قد تكون نفسيه قد تكون عضويه. نفسيه ده بيندرج تحت او اشهر مثال اللي هو حاجه اسمها هانيمون امبوتنس، او الفتره او عنه ليله الزفاف، اول ما بيتجوز يحصلوا ضعف جنسي في شهر العسل بالظبط. فده بيكون بسبب فده بيكون سببه يعني الخوف، قلق، توتر، وبالتالي هو بي 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 بيقول ان الموضوع ده سببه ربط، ويرجع بقى يروح لمشايخ ويروح للناس تفك الربط وحاجات زي كده. لا، هو بيبقى سببه الرئيسي ده بيبقى توتر، قلق، ضغط من الاهل، بيحصل زياده في الادرينالين والنور ادرينالين وتحفيز للعصب السمبتاوي، وبالتالي بيحصل فازوكونستريكشن، الدم اللي داخل بيقل جدا، وده بيندرج برضو بيعمل نوعا ما حاجه من التسرب الوريدي. الحاجه الثانيه اللي هي العضويه، خناقه على القايمه، قعدت ايمن باظت، الراجل داخل ومتوتر وقلقان. ما هو قبل الفرح يقعدوا يتخانقوا القايمه ومش عارف ايه، ويكتب شيك من غير على بياض، حاجات غريبه. كمان جدا بيبقى مجهد، يعني بيبقى في ناس بيبقى اجهاد، تحضير للفرح، تحضير الحاجات، فبيبقى مجهد جدا. ممكن يكون اسباب عضويه، ودي اشهرها طبعا حضرتك عارف بقى، يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، الامراض الشائعه جدا اللي هو اشهرهم مرض السكر، الضغط، بعض الناس اللي بتاخد ادويه زي ادويه الاكتئاب. ممكن يكون مشكله في الجسم الكهفي نفسه زي مرض بيروني، بيحصل فيه تليف، فبالتالي ضخ الدم بيقل او يحصل تسرب وريدي. بعض الناس عندهم، الناس بقى اللي بتمارس كثره الاستمناء والعاده السريه والحاجات دي، دي طبعا بتؤدي الى تدمير الاجسام الكافيه، وبالتالي برضو ممكن تؤدي الى تسرب وريدي. ده فيما يتعلق ان دي الاسباب بتاعه التسرب الوريدي. طب عيان هيجي لك دلوقتي، ايه الفحص اللي هنعمله عشان نكتشف اذا كان عنده تسرب وريدي ولا لا؟ هو طبعا احنا كنا يعني بنعمل فحوصات، في فحوصات معمليه وفي فحوصات عباره عن اشعاعات وحاجات زي كده. الفحوصات المعمليه بنعمل بقى هرمون البرولاكتين، بنعمل التستوستيرون، ممكن يكون عنده سكر فبنعمل له تحليل السكر او سكر تراكمي. دي الحاجات اللي هي، او ممكن تحليل الغده، في بعض الناس بنشك في غده درقيه قد تؤدي الى ضعف الانتصاب، فبالتالي بنعمل بعض التحاليل. بعض الفحوصات اللي هي الاشعاعات، كنا زمان بنعمل حاجه اسمها كافيرنوزوجرافي او حاجه اسمها كافيرنوزومتري، دي حاجه بتقيس الضغط او بنشوف في نسبه التسرب الوريدي. دلوقتي حاليا بنعمل حاجه بتقيس الضغط جوه الجسم الكافي، ضغط جوه الجسم الكافي اسمها كافيرنوزومتري. لكن كافيرنوزوجرافي كنا بنحقن صبغه داخل الاجسام الكافيه فبيشوف في تسرب ولا ما فيش تسرب. دلوقتي الحاجات دي بطلنا نعملها، بنعمل دلوقتي حاجه اسمها الدوبلر او اشعه الدوبلر الملون. الاشعه الدوبلر دي بتقيس كفاءه العضو الذكري، بتقيس ضخ الدم داخل الشريان، بتقيس معدل رجوع الدم داخل الوريد، بتدينا دلاله برضو على الاجسام الكافيه، هل الاجسام الكافيه دي فيها تليف، هل فيها مشكله ولا ما فيهاش مشكله. طبعا اشعه الدوبلر حلت طبعا، بس اشعه الدوبلر لازم خبره، يعني لازم برضو اللي يعملها يكون حد كويس بيكون بيفهم قوي في الموضوع ده، لان هي بتتاثر بالحاله النفسيه للمريض، بتتاثر بخبره الاكزامينر اللي هو هيعمل الاشعه دي، بتتاثر بالماده اللي انا هحقنها، بتتاثر بكميه الماده اللي انا هحقنها، السيتويشن نفسه هيبقى عامل ازاي، البروب نفسه وانا بحطه على العضو الذكري بيتحط فين، عشان يقدر يشخص فعلا. ان ناس كتير بتتشخص عنها تسرب وريدي وما بيبقاش فيه تسرب وريدي. تاني حاجه بربطها بالحاله الاكلينيكيه، هل المريض نفسه شكوته ايه، وبالتالي بربط الاشعه بالحاله الاكلينيكيه. شخصنا خلاص الراجل فعلا عنده تسرب وريدي، الطرق العلاجيه والاحدث فيها ايه؟ الطرق العلاجيه طبعا في طرق علاجيه كتيره جدا، اشهرهم دلوقتي طبعا يعني مبدئيا كده دايما بنتدرج في العلاج، يعني ايا كان المرض او ايا كانت المشكله دايما بنتدرج في العلاج. ده عن طريق الجايد لاينز او الطرق الارشاديه اللي هي بتاعت الجامعات الاوروبيه والجمعيه الامريكيه. اول حاجه بنبدا بالعلاج الدوائي،
علاج الدوائي عباره عن مجموعه السلدنافيل، ودي طبعا بتزود ضخ الدم للعضو الذكري، بتعمل على تحفيز طبعا اللي هو النيتريك اوكسايد داخل الاجسام الكافيه. تاني حاجه ممكن نلجا لحاجه اسمها الموجات الصدميه او الموجات التصادميه، دي عباره عن طاقه معينه بتعمل على تحفيز او بتعمل على تخليق اوعيه دمويه جديده داخل العضو الذكري، وبالتالي دي بتصلح للمريض اللي هو عنده نسبه ضخ الشريان ضعيف شويه او في مشكله في الشريان بس بنسبه قليله. دي بتعمل برضو على تكسير مواد معينه اسمها الراك سابستنس، دي موجوده حوالين الاعصاب الطرفيه. المريض اللي احنا بنعمل له الشوك ويف لازم ليها مريض معين، يعني يجب انتقاء المريض اللي احنا هنعمل له الشوك ويف، مش اي مريض بيعمل الموضوع ده. نسبه نجاحها من 50 لـ70%، وبالتالي احنا لما بنيجي نتكلم في موضوع الشوك ويف لازم انا بقول للمريض، بقول له ان انت عندك مشكله كذا في الشريان، نسبه النجاح لا من 50 لـ70%، قد تتحسن او قد لا تتحسن. احيانا بنلجا للادويه مع الشوك ويف. بعد كده ممكن نلجا للحقن، والحقن برضو زي ما قلت لحضرتك برضو ليه المريض بتاعه، مش اي عيان برضو ممكن يحقن. المريض اللي هو عنده مشاكل في القلب، المريض اللي هو مش هيقدر يعمل دعامه، المريض اللي عنده مشاكل من الادويه، احيانا قد نلجا للحقن. اخر حاجه خالص بقى اللي هي الدعامات. الدعامات تاتي في المرحله، بس قبل ما نروح للدعامات، المنشطات الجنسيه عموما، يعني هو تعبير منشط جنسي ده تعبير صحيح؟ هو منشط جنسي هو الناس اللي خلت الادويه عباره عن منشط جنسي. هي بتنقسم لحاجتين، هو عباره عن ادويه اللي هو الادويه اللي موجوده اللي هي الاف دي ابروفد، وفي منشط جنسي اللي هو الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي الجانبيه اللي هي الحاجات اللي بتنزل في القنوات اللي بتعلن عنها وحاجات مش غير معلومه المصدر يعني. فكلمه منشط جنسي هو دواء امن جدا. فكرته ان هو بيعمل على ضخ الدم للعضو الذكري. ده اللي هو السلندنافيل. اللي هو السلندنافيل. اللي هو ايه اللي عشان تبقوا عارفين السلندنافيل اللي هو الفياجرا والسيالس والليفيترا بس. هي بتستعمل كادويه بس لكن بجرعات معينه. طبعا مشكله المريض ان هو بياخد الادويه دي اول ما بياخدها بيستجيب، ممكن يستجيب للعلاج في الاول، بعد كده ممكن يحصل له ان هو ما يستجيبش خالص للادويه، بعض الناس ممكن تزود الجرعه عشان يحصل له الريسبونس او اللي كان بيحصل له قبل كده. فطبعا مشكله الحاجات دي مشكله كبيره جدا، ان هو المريض ممكن ياخدها في الاول يتحسن، بعد كده يطلع عنده مرض تاني خالص زي مثلا مرض السكر، مرض الضغط. في بعض الناس ما بتعرفش الجرعه نفسها مظبوطه ولا مش مظبوطه، بعض الناس ما بتبقاش عارف الدواء بيتاخد على معده فاضيه ولا بيتاخد على معده مليانه، وبالتالي في بعض الناس بتقول ان هو منشط جنسي، معنى كلمه منشط جنسي ان هو كان بيجيب نتيجه وبعد كده ما عادش بيجيب نتيجه، فاطلقوا عليه منشط جنسي. امتى قرر ان انا اركب دعامه؟ الدعامه طبعا يعني مش كل الناس هنركب لهم دعامه، فيها بريكوشنز معينه، فيها مريض معين اللي احنا بنقدر ده خلاص هيلجا للدعامه. المريض طبعا اللي هو فشلت معاه كل الادويه، جربنا كل معاه الوسائل، الادويه، الحقن، خد ممكن يمر بالموجات الصدميه ولا لا، وبالتالي ما تحسنش مع الحاجات دي، ده بنلجا معاه للدعامه. المريض اللي عنده نسبه ضخ دم في الشريان ضعيف جدا، المريض اللي عنده نسبه تسرب وريدي كبيره جدا، المريض اللي عنده مشاكل مثلا في القلب او مش هيقدر ان هو ياخد مجموعه السلدنافيل علشان تعارض الادويه مع بعضها، المريض مثلا عنده مشكله في الشبكيه وخايف يحصل نزيف من الادويه، كل دي دول المرضى دول اللي احنا ممكن نلجا معاهم لتركيب الدعامه. الدعامه اذا ليها مريض، ليها مريض معين او احنا بننتقل المريض اللي هو ممكن يركب الدعامه، مش كل الناس تركب الدعامه، زي ما قلت لحضرتك احنا بنتدرج في العلاج، يعني بنبدا الادويه وبعد كده ممكن ندخل على مرحله الحقن او ما ندخلش، ممكن نخش على مرحله الموجات الصدميه، بعد كده مرحله الدعامات، ده الحل الاخير. دايما المرضى بيسالونا عن الدعامه المناسبه ليهم، هم كل الناس حفظت خلاص ان الدعامه في دعامه سيمي ريجيد وانفلاتابل. ايه الفرق بين الاثنين؟ مين ياخد دي ومين يتركب؟ طبعا هي في الدعامتين زي ما حضرتك بتقول كده، اللي هي الدعامه المرنه او شبه الصلبه، وفي الدعامه اللي هي الانفلاتابل اللي هي الهيدروليكيه او بنقول عليها البالونيه او بنقول عليها القابله للنفخ. طبعا هو يعني احنا مالناش دور في الموضوع ده قوي، احنا اول حاجه بنبدا ان المريض هو اللي بينتقي الدعامه، اول حاجه بينتقي نوع الدعامه، لكن في بعض الحاجات احنا بنفرض نوع معين ودي حسب حاله المريض، يعني مش كل الناس مثلا انت هتنفع الدعامه دي، لا انت هتنفع الدعامه دي، لا المريض ممكن ينتقي نوع الدعامه حسب هو محتاج ايه. لكن في بعض الحاجات بتفرض زي مثلا طبيعه الحياه، واحد مثلا رياضي، واحد بيلبس شورتات، واحد حاجه زي كده، فبيضطر للدعامه اللي هي الانفلاتابل. مريض تاني عنده مشكله في العضو الذكري، ان حجم العضو بتاعه نوعا ما صغير او كيس الصفن عنده صغير، فبالتالي مش هنقدر نحط الخزان او نحط الصمام نفسه نحطه داخل الكيس.
مريض تاني عنده مشاكل مثلا في الاعصاب الطرفيه زي السكر، فبننتقد الدعامه اللي هي الشبه الصلبه، لان احنا مش هيقدر يستعمل، لان ممكن يكون عنده الملمس الاحساس او ملمس اللمس عنده منعدم شويه، فمش هيقدر يتحكم في الصمام وبالتالي يقدر ينفخ البالون. تالت حاجه او الحاجه الاخيره ممكن التكلفه، ساعات التكلفه نفسها بتحكم، هو مش عارف دي طبعا في البالونيه بتبقى اغلى شويه من السيمرجي دي. العمليه نفسها بتتم ازاي؟ العمليه طبعا هي طبعا ليها احتياطات الاول، يعني المفروض العمليه بتبدا بان انا بتكلم مع المريض، بننتقي نوع الدعامه، بنعمل له عمليه تحضير تحضير للعمليات، تحضير ما قبل العمليه وتحضير اثناء العمليه. تحضير ما قبل العمليه ان احنا اول بننقي الدعامه، ثاني حاجه المريض اللي عنده سكر بنبدا نظبطه، مشاكل في القلب، مشاكل في الضغط، بنبدا نجهز المريض للعمليه. ثاني حاجه اوضه العمليات، لازم اوضه العمليات تكون معقمه جدا، بيفرق معانا التعقيم، بيفرق معانا خبره الجراح، لان ده طبعا لازم الاوضه تكون معقمه 100%، لان بنستعمل حاجه اسمها نون تاتش تكنيك اثناء العمليه، عشان ما يحصلش فيه باش في جراثيم او بكتيريا، او ما يحصلش الدعامات مشاكلها الرئيسيه والتلوث، او يحصل صديد في العمليه، وبالتالي ده بيعمل مشاكل كبيره جدا. تاني حاجه خبره الجراح في ان هو يركب الدعامه كويس، ان هو ياخد مقاسات صح، احنا بناخدها على اقصى طول واقصى قطر للدعامه، بناخدها ساعه الانتصاب، وبالتالي انتقاء المقاس المظبوط ده بيكمن في نجاح العمليه. طبعا يعني برضو هل في فارق تفضيلي بين المرنه والبالونيه؟ هو التفضيل دايما زي ما بقول لحضرتك المريض اللي بينتقي في الاول. تاني حاجه احنا احيانا او من تجربتنا بنلاقي دايما ان الشبه الصلبه بقت ديورابل اكتر، بقت افضل شويه. مش افضل افضل يعني اولا سهله الانتشار، التكلفه اقل، التعامل معاها بيبقى اسهل. الدعامه الثانيه اللي هي الانفلاتابل معقده شويه، فيها وصلات كتير جدا، وبالتالي بس دي ليها المريض بتاعها برضو، يعني المريض ممكن هو عايز دي خلاص. احنا بنضطر ان هو طالما عايز دي خلاص. لكن المنتشر حاليا دلوقتي والاكثر انتشارا واكثر نجاحا هي الشبه الصلب. للناس ممكن ما تفهمش منين بنحط الدعامه، يتقلهم انها مثلا بتحطه من مجرى البول. لا هي طبعا ليها مجرى البول، في جسمين كهفيين دول فوق فوق العضو الذكري، في مجرى البول تحت، احنا ما بنجيش ناحيه مجرى البول خالص. العمليه ممكن ليها كذا طريقه، ممكن بتعمل من تحت راس العضو الذكري على طول، بيبقى جرح صغير جدا، ممكن يبقى ما بين العضو الذكري وما بين الخصيه، ممكن يبقى تحت العانه، وطبعا حتى يعني دايما وتحت العانه ده بيبقى اكتر في الحالات اللي هي مع الانفلاتابل. احنا حاليا دلوقتي بقينا نعمل السيمرجي كمان، بقت بنعملها برده من تحت العانه، المريض بيرجع للحياه الجنسيه بسرعه. وقت العمليه تقريبا بيبقى ساعه، يعني ساعه في المجمل، احيانا بيزيد شويه في بعض الحالات اللي يكون فيها تليف او تكون معقده شويه، وبالتالي بيحصل نحصل عمليه توسيع للاجسام الكافيه. بقينا نعمل حاجه دلوقتي، بنحافظ على النسيج الكهفي عشان يحافظ على درجه حراره العضو الذكري، يحافظ على الاحساس بتاع العضو الذكري، بنسميها حاجه سب تيونيكال، يعني تحت التيونيك على طول، بنقدر ان احنا نحط نزرع الدعامه. المريض بيرجع للحياه الزوجيه بتاعته تقريبا بعد 6 اسابيع، بيبقى حالته طبيعيه جدا، بيبقى خلاص تغلبنا على ميكانيكيه الانتصاب، بيبقى الدفء الموجود، الاحساس، القصف، ماليش دعوه بمجرى البول خالص، البول بيبقى طبيعي، فبالتالي بيبقى عوض موضوع الانتصاب عنده بموضوع الدعامة. الزوجة هنا هل يعني وحضرتك يعني أكيد عملت إحصائية لرد فعل الزوج وحكى لك، هل الزوجة مثلا تضايقت في ممكن ضيق من هذه التقنية في العلاقة الزوجية، أم أنه ما فيش اي نوع من التعليق السلبي؟ هو بالعكس، هو الموضوع دلوقتي حاجه اسمها الساتسفاكشن. الساتسفاكشن ده اللي هو معدل الرضا في الزوجات بقى عالي جدا دلوقتي، بقى يعني وصل تقريبا من 85 ل 95%. دي دراسات بالظبط. ان هو دلوقتي الدعامه الشخص اللي هو اللي كان عنده مشكله بدات المشكله بتاعته تتحل، وبالتالي المشكله الزوجيه نفسها بدات تتحل. طبعا الزوجه ما بتبقاش عارفه، ما بتعرفش ان هو الا هو قال لها أو الزوج قال لها. طبعا بيتغير المريض، بيتغير بعد العملية، الإحساس نفسه هو ما بيتغيرش، القصف هو ما بيتغيرش، قدرة الإنجاب هي ما بيتغيرش، التأثير على مجرى البول ما فيش تأثير خالص، الدفء والأحاسيس والإحساس نفسه ساعة العلاقة الجنسية هو ما بيتغيرش. فالزوجة نفسها لو مش عارفة إن في دعامة راكبة أو الزوج ما قالهاش مش هتعرف حاجة خالص. حاجتين، لو أنه ضعف الجنسي معاه كمان نقص في هرمون الذكور أو هرمون الذكورة ناقص في هذه الحالة، وركبنا دعامة مثلا،
هل ده تغني على ان استعاضت ان احنا نعوض هرمون الذكوره؟ بالعكس احنا بنعوض طبعا، هي بتغني، بس الفكره هرمون الذكوره مهم جدا. هرمون الذكوره ده بيحافظ على معدل ضخ الدم للعضو الذكري، بيحافظ على النشوه، بيحافظ على القصف، بيحافظ على الاحساس نفسه بتاع العضو الذكري. حضرتك عارف طبعا هرمون الذكوره من الحاجات المهمه جدا، يعني احيانا بعض الناس بيبقى عندهم نقص في هرمون الذكوره، نضطر ان احنا نعمل لهم بعض التحاليل، لان هرمون الذكوره نقصه احيانا بيؤدي الى ضعف الرغبه الجنسيه، ممكن ياثر على القصف، يؤدي ضعف النشوه، احيانا بيأثر بيعمل حاجه اسمها ميتابوليك سندروم، بيؤدي بقى اللي هو الضغط، زياده السمنه في منطقه بالذات في منطقه البطن، السكر ممكن يؤدي للسكر من النوع الثاني. بعض الناس ممكن يكون عندهم مشاكل بقى في كتله العظام والمشاكل الكتله العضليه بالظبط، معدل كرات الدم الحمراء بيبقى ما عندوش القتاليه. فطبعا هرمون الذكوره من الحاجات المهمه جدا، لكن المريض اللي عنده نقص في هرمون الذكوره ويتعوض احنا طبعا الدنيا بتبقى احسن. والمريض اللي هو عنده ممكن بعض الناس يكون عندهم مشكله في الادويه، يعني في ناس بنديهم ادويه وبيطلع عنده مشكله في هرمون الذكوره، لما بندي هرمون الذكوره بيحفز عمل الادويه، بيحافظ ان الادويه نفسها تجيب نتائج كويسه. ضيف العزيز الاسم الكبير استاذ دكتور صلاح زيدان، استاذ جراحه المسالك البوليه والكلى والامراض التناسليه، استشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي بكليه الطب، عضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه والدوليه للخصوبه والمصريه لجراحين المسالك الدوليه البوليه وامراض الذكوره، كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا. يبقى العلم مهم، وايضا تقدير الجانب الشرقي في مجتمعنا مهم جدا، بس العلم لازم مع تقدير الجانب الشرقي، ده شيء مهم، لانه عندما لا نتحدث عن هذه الامور بوضوح شديد جدا وبشفافيه مطلقه سنترك الامور للدجالين والمشعوذين، وسيكون النتيجه لا يحمد عقباها. عدم الثقه في الطب واللجوء الى الشعوذه واللجوء الى ما يسمى بالعلاج البديل او الطب البديل، ما فيش حاجه اسمها الطب البديل. يقول لي طب بديل، بعرف ان هو هنا بقى طب بديل، اقول له طب كلمني على الهندسه البديله، كلمني على القانون البديل، كلمني عن التمثيل البديل، كلمني عن الكوره البديله. ما فيش حاجه اسمها طب بديل يا جدعان، والنبي الله يخليكم عشان ما حدش، خلينا كده ايه هاديين. نورت يا دكتور، شكرا، خليكم دايما مع الناس الحلوه.